كوبي له قول له خلاص لا نبارطاجيو ضوي على تولي السحرات شويه شويه باك عندنا انوار ازل زيدان سيد محمد هنا لا هاي شوفوا هنا شوف كاش واحد يطلع هنا يشوف الصوت يشوف حاجه الصوت في هذا ترنشي طاك الله لا غير ما تهضرش مع هذا والله فاهم مقلق ضريبه هذا واحد يريح عزوز هو لاباس عزوز على الهداف احيانا يجيك يجيك هدر بس واش الصوت راه مليح عزوز اعطينا الصوت اهلا هشام تحياتنا هشام او مليح مليح الصوت نعم تحياتنا اليكم لا لا هاي ايه كي يكونوا قراب لبعضهم ناصر وقاص هشام عزوز يبقى 10 على 10 مليح مليح الصوت قال لك عمد عمر تحياتنا اليك الحاج مبارك تحياتنا ربي يحفظكم خالتي بابا حساب بابا علي الحاج الطيب ربي يحفظك حميد بربعة ها حميد حميد شكون هذا وطه وطه تحياتنا لحميد بربعة ثاني هذاك نقص الصوت نقص بارطاجيه هو نقص صح اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى جميع القاعده النضاليه نقص لك شويه الله يسجيك جميع القاعدة النضالية جميع المستبقين على مستوى الوطني منسقين ولايات منسقين بلديات الناس الفاعلين في المنظمة الوطنية تحياتنا إليكم على رأسها السيد ناطق رسمي ربي يحفظكم إن شاء الله اليوم احنا رانا مع خونا داود المويسي ريح داود هكذاك يبان شوية الظل هنا هاي والله باه نولو نشوفو مليح خاطر بدينا نكبرو يا زدك وانا بكري احمر وزدنا حمار ما نسمش وعليكم السلام ورحمه الله تحيه ناس جيجل ربي يحفظكم ان شاء الله احنا اليوم في استضافه الاخ داود المويسي قام بزياره الى بمكتب ولايه سطيف الى العاصمه خونا داود مرحبا بكم وسهلا في العاصمه بحق الحال نقربوا لخويا داود أميسي اي والله اولا قبل كل شيء السلام عليكم مساء الخير جميع مستبقي الجمهوريه جميع منسقي الجهويين اعضاء المكتب الوطني على راسهم السيد الناطق الرسمي وعمل بتعليمات المكتب الوطني اليوم في كان فيه زياره لمكتب ولايه سطيف وعلى راسهم ممثل الناحيه بحضور منسقين ولايه سطيف الى العاصمه لبعض الاجراءات التي تخص البرنامج المسطح من طرف المكتب الوطني ومن خلال هذه الزياره سوف يطلع المكتب الوطني ان شاء الله بحيثيه هذه الزياره وترقبوا اكثر تفاصيل في الساعات المقبله على طريق عن طريق الصفحه الخاصه او الصفحه الرسميه المنظمة ونشكر كل المنسقين ولاية بلدية ولاية سطيف على الحضور تاعهم المناضلين الأوفياء خاصة الأخ ممثل الإعلام المتواجد هنا معنا ولكن عن بعد دوك نطلعوها دوك نطلعوها دوك نطلعوها السيد عزوز وكل الإخوة المناضلين اللي راهم يتبعوا فينا تفاصيل كما أكدت سوف نعلن عليها خلينا نحسب جيتوني زياره ليا باك ها جيتوني زياره ليا تشوفوني انت كمال مسعود على كل حال اللقاء مع كمال مسعود يعتبر بمثابه ملح ربي يحفظك يا حمار ملح في القدر لا ما كان اذا كان كمال مسعود غايب نقدر نقول القضيه كذلك فيه
امور فيه اللوج. ربي يحفظك يا رب. اليود كان يخصط مع بعضك واش يدير ديال الاكتئاب. اليود يدير الاكتئاب. ربي يحفظك. اصبر دقيقه نقدمه غير كلمتين برك. ها واش راح نقول لكم؟ السلام عليكم. هاي ولا تلقى عيد واش راح نقول لكم؟ تمنينا ان شاء الله. هلا شي فور الطاكسي. شي فور الطاكسي. يعطيك الصحة. ربي يحفظك. ربي يحفظك. صح. الأخ خدم نفسكم. معكم شوية خفيف خفيف. فضيل موسيقى بلدي تاع الكراج. الله يبارك. كما تفضل الأخ الموسيقى الولائي السيد داود المويسي، اليوم كانت لنا زيارة للعاصمة الجزائر. تحويسه مليحه. ما شاء الله صافا ديجا كان جو ربيعي والاخر. الحمد لله جزاك الله والاخر. خلاص. المهم ليسونسيال كان الحمد لله كي تلاقينا مع ان شاء الله مع اصحابنا اللي جا عندنا بزاف ما تلاقيناش. الحمد لله. وكما قال الاخ داود نشكر الموسيقين البلديات اللي جاوا معنا اللي حضروا معنا السياره هذه. ولوكازيون ثاني حنا كمنظمة توجور نقولوا الشعار تاعنا والله المبدأ تاعنا هي الثقة في الوثيقة. يعني الباقي كاع الإشاعات حنا ما نستعرفوش بها وراهي خارجة العقل تاعنا. دونك اليوم هذا دليل باللي الزيارة تاع اليوم دليل باللي المنظمة راهي دير في تصدير المسار النضالي راه مازال قايم حتى آخر خطوة وهي التسوية. حنا الهدف تاعنا هي التسويه الحقيقيه وفتح الخبره الطبيه باسكو هي كما نعرفوها كاع هي المدخل الوحيد للتسويه. دونك هذه الورقه اللي راهم يدعوا بها اللي دخلت الماده 196 هذه تبقى اختياريه لاي واحد سواء مستبقي ولا اي واحد حاب يدخل لها. الله يسهل عليه راه حر. ولكن حنا حبينا نطبقوا الماده 126 من قانون المعاشات العسكريه واللي ذكرت فيها المستبقي يعني فصلت فيها. بون المواد القانونيه الحمد لله الباجاج القانوني كاين. تبقى ان شاء الله حنا طالبين فتح الخبرات الطبيه. صحيح. ولازم نبقاو حتى اخر دقيقه لازم حتى من الخبرات الطبيه. بارك الله فيكم. خير خير. السلام عليكم. بوعكاز رابح منسق بلدي لولايه سطيف. نشكر خونا مسعود كمال على حسن الاستقبال. ربي يحفظك. وكانت عندنا زياره هنا للعاصمه وفيكم الاخ المنسق كما يقولوا له الناطق الرسمي كمال بوزيزه على الحيثيه تاع الزياره هذه ان شاء الله. وبربي ان شاء الله فيها خير. عزوز دير طلب. عزوز دير طلب. دير طلب باه تطلع معايا باه نطلعك. خذك من ناصري سعد المدعو باديس. منسق بلدي حمام قرقور. وطلعنا اليوم باش نسرعوا على القضيه وين راهي واصله. ونقول لكم يد في اليد. ونسلم من هذا المنبر نسلم على اخونا بزاف. السلام عليكم. ان شاء الله. دير طلب انت ولا الحاج مبارك؟ الحاج مبارك دير طلب. دير طلب. النقطه برك الاخ كمال. نطلب من جميع المستبقين اللي سورتو في هذا الوقت في هذا التوقيت بالذات لازم يدعموا المكتب الوطني وعلى راسه الاخ كمال بوزكزا. يعني لازم يكون دعم كبير باسكو علاه رانا في وقت سوسوا نوليو المنظمه اللي كانت بكري تناضل وما عندهاش لاخر تناضل والوبجيكتيف تاعها هي التسويه. حنا ما نروحوش في تاع هذاك باش يقسموا الفئه ولا خلاص. دونك حنا المنظمه راهي مفتوحه توجور اشاك فوا. اي واحد اي مستبق نعرفوا يدير لايف في الاخر في المجموعه تاعنا يطلب الدعم. الوغ حنا لوكازيون ثاني حنا نطلبوا الدعم. دعمكم هو مفتاح التسويه على كل حال. حنا ما نستناوش السلطات راهم يطبقوا يمدوا لنا التسويه على طبق من ذهب. حنا التسويه هذه لازم نجيبوها حنايا. لازم هذا هو النضال. ولا حبينا النضال نضال حقيقي لازم تعيا لازم تناضل لازم تسهر لازم تخسر دراهم لازم تباطي. هذا لازم تباطي صافي. دونك النضال لازم يكون في العقول ويكون يكون ثمن به. الو حنا نطلبوا منكم الدعم وخاصه الاخ كمال بوزكزا لازم ندعموه. لا ان شاء الله.
بارك الله فيك. صح فيك بارك، سامحني زيد اضافه حاجه دابا. دونك كما كان قلنا ان اليوم لازم نعطيو رساله على كل حال. كان البارح كنا عندنا لايف مباشر ثنائي مع الاخ بزدان ممثل خليه الاعلام، وكان حطينا النقاط على الحروف على بعض التصرفات بعض الاشخاص، وكذلك الامور اللي ربما تؤدي بالفئه والله تأجج في الوضع وتخلي. احنا اليوم اللي يهمنا يا جماعه يا مستبقي التفاف حول المنظمه، لان المنظمه هذه هي منظمه اشخاص، هي منظمه تنظيم يجمع ويشمل الفئه. الهدف تاعو الاساسي هو الوصول الى بر الامان، وهي التسويه الحقيقيه لربما هذه التسويه. الدوله الجزائريه اليوم راه اليوم ما زالت واقفه، الدوله الجزائريه بمراسيم القوانين اللي تصدرت في حق الفئه. اليوم ما يقدرش واحد يجي يحاول يشتت الفئه او ربما يزرع نوع من البلبل ويزرع الاحباط. نطالب منكم الالتفاف حول المكتب الوطني الوطنية هي السبيل الوحيد للملمة هذه في إطارها الحقيقي، وهي مواصلة النضال. سي عزوز جزاك الله خير الشيخ داود. نطلع مع سي عزوز. روح تفضل سي عزوز. السلام عليكم. خيركم تسمعوا فينا مليح؟ تسمعوا فيا؟ الو الو سي عزوز، مانيش نسمع فيك. ها خلينا نبدل بلاصه. وهذا كمال. الو السلام عليكم. مانيش نسمعو. الو هذا راه عزوز. عزوز معليش خر ورينا العباد اللي راهم معاك برك، حتى وما يكونش الصوت. معليش شكون هما العباد اللي معاك؟ عاود هبط عاود هبط عاود طلع قول شوف. عزوز اش بيه مريض؟ علاه مريض؟ عرفت هذا؟